الكريم السلام عليكم ورحمة الله. الكلمة، الكلمة حروف وأصوات، ولكنها أمانة ومسؤولية. الكلمة كما يقول الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين، تترجم مستودعات الضمائر وتخبر عن مكنونات السرائر. الكلمة أمانة، بالكلمة تبرم العقود والالتزامات، لذلك جاء في آي القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه العقود التي تبرم بين الناس قد تكون عقودا رسمية خاضعة لأوضاع وأشكال معينة، ولكن الأصل أن العقود تبرم بألفاظ اللافظين كما يقول السادة الفقهاء، باقتران الإيجاب مع القبول تبرم العقود. قال ربنا في سورة قاف في الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية تجعلنا جميعا نستشعر أهمية الكلمة، خطورة الكلمة، مآلات الأقوال التي تسبق الأفعال، كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات: والنظر في مآلات الأقوال والأفعال معتبر ومقصود شرعا. الكلمة بها تبرم العقود والالتزامات، بالكلمة يعبر عن المشاعر، عن الأفكار، عن الآراء، وهي نعمة من نعم الله علينا. ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التعبير الواضح عن المكنونات والمستودعات والأفكار والآراء والمشاعر يكون بأداة واضحة جدا، هي الكلمة. فالكلمة إذن أمانة، والكلمة مسؤولية. من الآيات الدالة عن هذه المسألة المهمة ما ورد في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27، حيث يقول ربنا عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة. إذن ربنا يضرب لنا الأمثال في آي القرآن مبرزا قيمة هذه الكلمة. في تفسير ابن عباس وغيره المراد هنا هي لا إله إلا الله، وهي أصل كل كلمة طيبة، ويصح الاستدلال والاستشهاد بهذه الآيات في معرض الحديث عن الكلام الطيب. فلا إله إلا الله هي الأصل الأصيل الجامع لجميع النبوات ولجميع الرسالات، كما دل على ذلك القرآن في مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء:
الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الآية تبرز هذا الأصل الركين الجامع بين جميع النبوات والرسالات، التوحيد، وهو ما تأكد في آيات أخرى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وفي سورة البقرة في آية الكرسي الآية 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التي تليها 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بالمناسبة هذه الآية تترجم معنى لا إله إلا الله، قول الله: فمن يكفر بالطاغوت، نفي، إلا ويؤمن بالله، إثبات، نفي وإثبات، لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله إثبات تساوي إلا الله، لا إله إلا الله. النتيجة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا كانت كلمة التوحيد هي الأصل الأصيل، وهي الجذر، ثم الجذور وتأتي بعد ذلك الفروع، يأتي الجذع ثم تأتي الفروع التي تترجم في تصرفات البشر، في أعمال البشر. ربنا قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وصف هذه الكلمة بهذا الوصف الجميل، بهذا الوصف الجليل، لأن الكلمة تبني وتهدم، الكلمة تفرق وتجمع، الكلمة ترفع وتضع. أوال إفنويت هدو، أوال إجبريت روزو، أوال إززدي سلوغو، أوال أوال أوال. هذا شأن الكلمة. ربنا وصف هذه الكلمة بهذا الوصف الجميل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذا التشبيه البليغ البديع، اللي يغرس شجرة الإيمان في قلبه لا شك أنها ستثمر، وإذا غرست هذه الشجرة في الأسرة وهي اللبن الأساس في المجتمع ستزهر وتثمر، وإذا غرست في مجتمع، غرست في وطن، غرست في أمة ستثمر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظروا إلى هذا الثبات، قرن ولاش تاشي طوري هوز واضو. الشجرة قد تهزها الرياح، ولكن إذا كانت جذورها ممتدة في عمق الأرض فلا تقدر على اقتلاعها، لا يمكن، لأنها لها جذور ممتدة في عمق الأرض، لا يمكن، تهزها الرياح، تهزها العواصف، ولكن لا تعطل رسالتها، لا تعطل ثمراتها. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظروا إلى هذه المرتبة السامقة، هذا العلو،
وفرعها في السماء. هذا شأن الكلمة الطيبة منذ أن خلق الله الخلق. لذلك الآن يأتي المؤرخون والرواة فيروون الكلام الطيب الذي يتناقله جيل عن جيل، تتناقله الأجيال. لما؟ لأنه كلام طيب، رغم أن القائلين لهذا الميراث ماتوا منذ قرون، ولكن مخلدون بهذا الأثر الطيب. يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الصفة من صفات هذه الكلمة الطيبة، شجرة التوحيد، هذه الثمرات التي تترجم في الأعمال الصالحات، في العبادات، في الأنواع من الأعمال الخيرة التي يتركها الإنسان في هذه الدنيا، والتي تسبقه إلى دار القرار فتنفعه حيث لا ينفع مال ولا بنون. إذن هذه خصلة من خصال هذه الكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في الآية الأخيرة، في الآية 27، مرة أخرى يعود ربنا عز وجل ليذكرنا بذلك القول الطيب، فيقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما أحوجنا إلى الثبات؟ الدنيا عامرة بالمفاجآت، الدنيا عامرة بالابتلاءات، وتلك حكمة الله. هو الذي أنبأنا في أي القرآن، كما في سورة البقرة في الآيتين 156 و156، ولنبلونكم، ويبتلين الله بما يشاء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. إذا غرست هذه الشجرة في القلوب ستثمر جملة من الثمرات. من هذه الثمرات السكينة التي تملأ القلب. قال العقلاء والحكماء والعلماء أن السعادة مقرونة بالسكينة التي تملأ القلوب. ربنا قال في أي القرآن: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذن ربنا عز وجل جعل هذه السكينة ثمرة من ثمرات الإيمان، ثمرة من ثمرات التوحيد الذي يملأ القلب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. هذه من ثمرات هذه الشجرة الطيبة، كلمة التوحيد التي نغرسها في القلوب. ويقول عقلاء الدنيا الآن أن معظم الأمراض التي يعاني منها البشر في هذا الزمن، الزمن الصعب جداً، الحياة معقدة، ومن ثمرات ذلك التعقيد هذا القلق الذي يملأ الكثير من القلوب،
مما أدى إلى العديد من الأمراض التي تظهر أعراضها بيولوجياً. ولكن السكينة هي أساس السعادة، ربنا ربط هذه السكينة بالإيمان. إذن هذه ثمرة من ثمرات شجرة التوحيد، ثمرة من ثمرات لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ وهذا فرع من الفروع التي السامقة التي أشرت إليها الآيات في سورة إبراهيم. من ثمرات هذه الشجرة أيضا الأخوة التي تجمع بين المؤمنين. نعم هناك أخوة في النسب، الأخوة في القرابة الدموية، الأرحام لها وزن كبير في شرع الله، ولكن هناك رحم أخرى لا بد أن نعيرها اهتماما كبيرا، هذه الرحم التي يربطها الإيمان بين المؤمنين، لقوله تعالى في سورة الحجرات الآية العاشرة: إنما المؤمنون إخوة. إذن فمن ثمرات الإيمان هذه الأخوة التي يجب علينا أن نتمثلها في واقع الحياة، وفي ذلك اختبار كبير، هذا اختبار من الاختبارات العديدة التي نمتحن فيها جميعا. إنما المؤمنون إخوة. ومن ثمرات شجرة الإيمان العمل الصالح، التزام العمل الصالح. ربنا عز وجل قال في آخر سورة الكهف الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظروا إخواني كيف ربط الله عز وجل ذلك بالإيمان. فمن كان يرجو لقاء ربه، من يرجو لقاء ربه هو المؤمن، لابد أن يترجم ذلك الإيمان إلى أعمال صالحة تتجلى في هذه الحياة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، جاء حرف الفاء أداة عطف تفيد الترتيب مع الفورية، لابد من ترجمة هذا الإيمان إلى أعمال صالحات، وكل ميسر لما خلق له، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مرة أخرى ضمانة كبرى لقبول العمل الإخلاص، لأن الخلاص في الإخلاص، كما قال ربنا في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن ثمرات هذه الشجرة الثبات. ما أحوجنا إلى الثبات؟ ربنا في سورة إبراهيم في الآية 27 قال: يثبت الله الذين آمنوا. إذن ثمر من ثمرات الإيمان الثبات، أن يثبت الله عز وجل المؤمن بالقول الثابت، يقول الحق حيث يجب عليه قول الحق، وقول الحق واجب، كذلك يثبت أمام النوائب وأمام الهزات وأمام الابتلاءات التي لا يعرفها إلا الله جل جلاله. فقال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بالإيمان الصادق، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يلهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم ارحم شهداءهم وشهداءنا. اللهم اشف مرضاهم ومرضانا وجرحاهم. أسأل الله عز وجل النصر الكامل لفلسطين عاجلا لا آجلا. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.